فرحة العيد كسرت صفوها حادثة سير أودت بحياة 8 أشخاص وجرح 5 آخرين بجماعة الحكاكشة بإقليم سيدي بنور في الطريق الوطنية الرابطة بين سيدي الزمامرة وآسفي. الحادث نتج حسب الضحايا عن اصطدام ثلاثي بين شاحنة وسيارة لنقل البضائع وسيارة أخرى خفيفة. جايين من الموسم، خرجنا مع شي زوال 10، خلطنا تقربنا للبراك التيسي، تعرضت لنا طوريبيل ما عرفناش من خرجت، قال لي عاداك صافي ضربنا اللي عطى الله عطاه. كانوا 8 في الطوموبيل، كان رموك لقدام، طوموبيل اخرى كتفراني كتضرب في الرموك، كتجي الطوموبيل الثالثة كتضرب في الطوموبيل الثانية وغادي تقلب. عندنا 5 ديال الوفيات زائد 3 في السيارة الأخرى، هي 8. أنا ما شفتش، كنت ناعسة ما شفتش، تلقيت راسي مليوحة في الأرض والناس حدايا ميتين، والرجل ديالي لقيتها عوجة ومضروبة ضربة كبيرة في الرجل ديالي الأخرى. الحادثة وقعت حوالي 11 صباحا. الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الجديدة، 3 منهم حالتهم خطيرة. كانت حالة خطيرة، الحالة الأولى حالة شوية خطيرة اللي وضعناها في قسم ديال الإنعاش، استفد من الأشعة ديالو، من أشعة السكانير، من الأشعة ديال التلفازة يعني ليكوغرافي واللي غاديو العاديين ستوندار، ودابا هو تحت العناية المركزة. عندنا 2 ديال الحالات أخرين متوسط الخطورة. الواقعة تتكرر، دماء تراق سببها التهور على الطرقات في حرب تروح ضحيتها أرواح بريئة، فمزيدا من الحيطة والحذر خاصة في أيام العيد المبارك.